بروجريشن مشهور لمقام الكرد. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الجيتار. الحلقة النهاردة هتبقى خفيفة وظريفة وهتنفع ناس كتير قوي من الناس اللي عاوزة تكتب اغاني او عايزة تألف اغاني. الحلقة دي عن طريقة لعزف مقام الكورد اللي هو مشهور وبتعمل منه اغاني كتير جدا في الموسيقى العربية، خصوصا اغاني التمانينات والتسعينات لسهولته ولبساطة التكوين بتاع المقام نفسه والقرب من الموسيقى الغربية كمان، فانت ممكن تستعمل معاه كل الالات الغربية، مفيش اي مشاكل، مش محتاج ربع تون. فالمقام ده مفضل عند كتاب اغاني كتير قوي من الاغاني اللي بيسموها الاغاني الشبابية او الاغاني الخفيفة اللي يعني بيبقى فيها نوع من التشابه كبير قوي بسبب استخدام مقام الكورد دوت. ناس كتيرة بتتهم موسيقى التمانينات ان الاغاني شبه بعضها، كل الاغاني شبه بعضها، مقام هو مقام واحد، ولكن مش عيب ان احنا نستعمل المقام الواحد دوت ونعمل منه تنويعات كتيرة ونعمل منه الحان كتيرة. الموسيقى الغربية يا جماعة ما فيهاش غير السلم الماجير وبيطلع منه المينير وبيطلع منه البنتاتونيك يعني هو السلم الماجير بس اللي مبنية عليه اساس الموسيقى الغربية كلها. تخيل انت السلم الماجير في الموسيقى الغربية سي دي اي اف جي A B وبعد كده بترجع تاني C. لو انت هتبدأ السلم دوت بعزف الكورداته من اول الدرجة التالتة يعني E، اول كورد E، ده هتبقى المقام بتاعنا بتاع الكورد بتاعنا. طيب احنا عشان نتعلم نعزف الاغاني بتاعت مقام الكورد دوت هنعمل سيستم كده او اتنين نجرب بيهم. هنستعمل طريقة حاجة بيسموها البوكسات او الصندوق، بطريقتنا بقى الخاصة. يعني ايه بقى الصندوق دوت؟ اسم الكورد اللي هيبقى موجود عندي على الوتر السادس هعمل منه المقام بتاع الكورد بتاعي. يعني لو انا واقف على السول بالباري مثلا، ده معناه ان مقام الكورد ده يبقى كورد من درجة السول من هنا. لو انا هعمله من اللا يبقى كأني رفعت الكورد بالظبط نصين، فهيبقى من اللا اكبر منه. لو سي هيبقى كذلك، لو فا هيبقى كذلك، ولو مي هيبقى كذلك. احنا هناخد على اصعب وضع اللي هو الوضع البريء ان احنا نقدر نعمل مقام كوردات سيستم يمشي معانا في الاغاني. اول كورد هنعمله السول مينير. ده هو اساس مقام الكورد اللي هنلف نلف ونرجع له نختم بيه الاغنيه، نختم بيه المقطوعه. فدايما هيبقى عندي السول ماينر، ده هيبقى نهايه، او الجي ماينر ده نهايه وبدايه اللحن بتاعي. كورد تاني هحفظه بما ان احنا موجودين عند السول، بس الصباع اللي في الوسط دوت مش عامل اي نوته على الفريد بورد. لو انا حركت ايدي وحطيت الصباع ده مكانه فيبقى كورد ميجر باري كورد، هيبقى الـ A flat أو اللا بيمول بالفرنساوي A flat. ولو حركت تون كامل هيبقى الـ B flat. فيبقى أنا عندي دلوقتي اتعلمت ثلاث كوردات في المقام ده. بدأت تفكرك بشوية أغاني مش كده؟ ابتدينا. طيب ماشي نكمل. الكورد البي فلات دوت أنا ممكن أعمله من ناحية تانية من الخانة الأولانية بالوضع التاني في السلم الميجر. راجع معانا الكوردات بتاعت الار جي تي، كورس الار جي تي هتلاقيها في المستوى الثالث أو الرابع مش فاكر، ولكن استخدام الكوردات البريء على الليفل التاني ممكن أعمل بي فلات بان انا بحط الصباع على الفا والثلاث صوابع دول على الثلاث نوت الفا والسي بيمول والري، فده هيبقى السي بيمول اللي هو ده، ولكن ده احد شويه. ليه؟ لان انا عندي السي بيمول اللي هنا هي اعلى نوته، في حين اللي هنا دوت اعلى نوته فيها تبقى الفا. فشوف الفويسنج بتاع او الصوت بتاع الكورد مختلف ازاي ده، ولكنه هو نفس الكورد. فانا ممكن اعمل كده، ممكن اعمل كده، طيب
ادي ثلاث كوردات احنا عملناهم موجودين معانا في مقام الكورد الثاني. في كورد ثاني مهم الدومينير، بعمله برضو من السول مينير من فوق، يبقى الدومينير الكورد المينير لتحت. راجع تاني كورس الار جي تي في الكوردات الميجر والماينر، هم وضعين وضع من فوق ووضع من تحت، هيطلع لي ماجرين او مينيرين. طيب سول مينير ودو مينير ودو مينير، يبقى انا عندي دلوقتي سول مينير اي فلات بي فلات سي ماينر جي ماينر اي فلات بي فلات سي ماينر. ممكن ابدا المنظومه دي بقى بطريقه تانية، هبداها من السي ماينر اي فلات بي فلات جي ماينر حلو، ادينا دخلنا في سيستم هو ممكن يتعمل عليه موضوع اغاني. ممكن كمان اعمله بالراجع، يعني سي ماينر بي فلات اي فلات جي سي بي فلات اي فلات جي ماينر، ممكن وممكن اخلف مع بعض، يعني هيبقى سي ماينر اي فلات بي فلات جي. تركيبة تانية، شوف احنا عملنا من اربع كوردات بس عدد لا نهائي من التوفيق والتبديل زي ما بيقولوا، وقدرنا نبدل بينهم نطلع حاجات تنفعنا. يبقى مدخل لغينوة مثلا او كوبلي منها من منطقة، الكورس من منطقة تانية، وهكذا اقدر اطلع منها افكار موسيقية. ممكن كمان استعمل الكورد السول مينير، ببدأ بيه الاول جي ماينر سي ماينر بي فلات وارجع سول سي ماينر بي فلات ماينر ميجر جي ماينر جي ماينر سي ماينر بي فلات ميجر وارجع على جي ماينر. فاضل معايا كوردين ممكن استعملهم بسهولة في المقام ده من غير ما اخش في حسابات هارمونية. يعني اول كورد الفا ماينر، واعتبره دوت القفله بتاعتي، يعني دايما بحاول اطلع عليه عشان ارجع تاني على الجي ماينر. فمثلا فتبقى بتعمل مثلا سيستم زي دوت جي ماينر سي ماينر بي فلات ميجر اف ماينر جي ماينر. ممكن يبقى كده، وممكن اعمل سي ماينر اف فلات ميجر اف ماينر جي ماينر، تاني سي ماينر اف فلات ميجر اف ماينر جي ماينر. فاضل كورد واحد بس هقول عليه، والكورد ده هيبقى اسم السلم دوت في الموسيقى الغربية، يعني اسم السلم اللي انا بلعب عليه ميجر هيبقى ده هو دوت من المقام دوت في الموسيقى الغربية. يعني ايه؟ لو انا الجي ماينر من فوق من هنا من البوكس اللي بتاعنا الفوقاني، يعني من الوتر السادس الجي، والكورد ماينر باري، لو انا خليت الصباع الاولاني باري وعملت الكورد بتاع دو ماجير، تخيل ان مسطره الجيتار وقفت هنا، والثلاث صوابع دول هيعملوا لي كورد الدو ماجير اللي انا بعمله في الاوبن بوزيشن هنا، بس هعمله من السول. ده هيبقى اسمه الاي فلات ميجر. الاي فلات ميجر يعني لو انت عملت الجي ماينر من هنا، خليت الباري زي ما هو وعملت كورد الدو ماجير، هيبقى الاي فلات ميجر من هنا، لان طبعا النوتة بتاعتي اللي هي الاساس بتاعتي اللي هنا هي اي فلات، اللي هي على الوتر التاني في الخانة الرابعة، ده اساس الكورد. زي ما انا هنا بقى في هنا الوتر التاني هو دوت اللي بيحدد لي اسم الكورد دوت، هو دوت نفس القصة هنا
كورد الاي فلات ميجر. ده اسم السلم دوت في المقام الغربي. طب انا ممكن اعمل التقسيمه ديت من اي من اي حته تانية؟ اه اهي. لا سي ممكن في اي مكان اتحرك بالبوكس اللي انا حفظته دوت واقدر اعمل منه التنويعة بتاعتي في المقام ده. فدي هنت بسيط جدا ممكن يساعد ناس كتير اللي بتكتب اغاني انه يحطوا سيستم كوردات من مقام الكورد وبيتحركوا فيه من منطقة واحدة هم عارفين بالظبط هم بيتحركوا فين فيها وعملوا كوردات بتاعة المقام بتاع الكورد دوت بحيث ان هم يكتبوا عليها الاغاني بتاعتكم. يلا سمعوني انتاجكم بقى هتعملوا التنوعات بتاعتكم اللي بتطلع عليها موسيقى وابدأ واعمل وانهي بس اهم حاجة تقفلي عند الكورد الاساس بتاع السلم اللي انت بدأت منه وتنهي منه وده هيبقى بالنسبة لنا المقام بتاعنا بتاع الكورد عملناه بالطريقة ديت. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم وعايز اسمع انتاجكم بقى واشوفكم الحلقة الجاية.